يا مساء الخير علينا وعليكم وعيدنا وعيدكم مبارك. رجعنا بحماس لشغل اليوم الحمد لله، والعود أحمد ويشتغلوك في السوشيال ميديا قبلها بيوم وبيومين إنه خلاص إجازة خلصت وبكرة دوام وبكرة دوام وينكتوا عليها. فالناس في ناس تروح دوامها وهي مغصوبة ما هي قادرة تقوم وكده كسلانة ويعني قرفانة من الشغل، وفي ناس لا يروح بحماس زيي متحمس كده ويلا راح الشغل ومشتاق للشغل وابغى اشوف الناس وابغى اشوف العمليات كيف ماشيه وابغى اطمن على الشغل، يعني مره حماس كده كبير الحمد لله. فايش الفرق بين ده وبين ده؟ بكل بساطه اللي يروح شغله مغصوب معناته هذه الوظيفه ما هي مناسبه لك، يمكن تناسب مؤهلاتك لكن ما هي مناسبه لشخصيتك. فطب ايش نسوي يا لوي؟ ما نسوي شيء، اشتغل حاول انك تنجز 8 ساعات بأكثر كفاءة ممكنة، لأنك هتشتغل ساعة بكفاءة و7 ساعات بدون كفاءة. فإيش الفائدة؟ هذا حيأثر على أدائك، حيأثر على نفسيتك، حيأثر على الشركة اللي أنت فيها. راتبك اللي أنت هتاخده، هتاخد أنت راتب حق ساعة ولا راتب حق 8 ساعات؟ فهتاخد راتبك من هنا وتروح تأكل أولادك، هتأكل أولادك فلوس حلال ولا فلوس حرام؟ فالحل أنك تدور على وظيفة تانية. أيوة دور على وظيفة تانية بس مو دحين، مو تتهور وتخرج، لا ركز في شغلك، حاول انك انت تحبه، ممكن ما اكيد ما حتحبه يعني في الاخير، لكن خلي في بالك انك انت هنا في المكان ده مكانك مشكوك فيه، وضعك مو ستيبل، يعني ممكن تخرج في اي لحظة، ممكن تنطرد في اي لحظة، عمرك ما حتبدع، حتروح الشغل طول عمرك، يعني تعيش 20 سنة 25 سنة في نفس الشغل ده. تخيل في 20 سنة و 25 سنة هذه انت كل يوم بتروح مغصوب، طيب ايش اللي جابرك؟ دوروا على حاجة تشبع فيها رغباتك وهواياتك وتروح الشغل كده وانت مطمن، وتروح كأنك رايح تتمشى. وعلى فكرة ترى والله كثير بيروحوا شغلهم كأنه رايح يتمشى، كأنه رايح كده لمدينة ألعاب، راح يشوف ألعابه، راح يشوف كمبيوتر، راح يشوف إيميلاته، راح يشتغل، راح ينجز، راح يبدع. فهذا شعور جميل وربنا يرزقنا إن شاء الله وإياكم هذه النعمة اللي صراحة قليل اللي يحصل عليها. لكن أقول لكم لا تستسلموا للوظيفة اللي أنتوا فيها أو المؤهلات اللي أنتوا فيها، غيروا حياتكم، غيروا وظيفتكم للأفضل، دائما أسعى للأفضل، دائما في أفضل، لكن ربنا يبغانا نسعى وندور. واللي مو لاقي وظيفة لا يستسلم، يشتغل، يروح يدور، يشتغل بمؤهل غير مؤهلاته، أقل من المؤهلات حقته، استحمل، أبدأ يعني مارس الأعمال، أتعلم شوية شوية، ترى بداية النجاح يقول لك خطوة. سيبوكم من الإخراج ده، لكن شكرا على الناس اللي علقوا على السنابات اللي فاتت وقالوا أنت بتروح الشغل متحمس لأنه هذا عملك الخاص. لكن صدقوني لو نرجع بالزمن ل20 سنة فاتت لما كنت أنا أشتغل في الخطوط السعودية ب2500 ريال على بند الأجور، داتا انتري، أدخل معلومات فقط، كنت أروح كل يوم، مع أنه شوفوا يعني وظيفة سهلة لكن كنت كاره الشغل. قعدت سنة لين ما استقلت ورحت درست ورجعت متخرج جرافيك ديزاين واشتغلت في شركات دعاية وإعلان يمكن 9 سنوات. والله كنا ننام في المكتب ونحن متحمسين، وأروح كل يوم وأنا متحمس، ما أتعب من الشغل، رايح كأني رايح كده موعد غرامي على قولهم. فحبيت أوضح هذا الشيء.